يجري الحوار. راكبين سادس ولا خلفتونا؟ اه خلفناكم. الله يديكم الصحة. ماشي. الله يديك العافية يا حج. الله يكرمك. أما يا أخي أنا شايف الكرنب يعني كبير عند الناس، أنت كرنبك لسه صغير، أما ليه الحكاية؟ لسه صغير ده يعني كنا زارعين من أخويا قبله، والراجل اللي واخد منا الأرض أنا على أساس يرمو قمح. آه. فقال لي لا والله أنا آخري شهر 4 في الأرض اللي متأجر، يعني هو كمان متأجر من ناس. فيعني انا زرعت الكرنب ده متاخر في نص 11، يعني في حوالي في اول 12، يعني ده حكم ظروف يعني. وان شاء الله ربنا يكرم، يعني هو مستواه ماشي كويس، يعني حاليا ماشي كويس، ربنا ييسر الامر. بس السوق يعني ممكن هو ان شاء الله يجينا قبل رمضان ان شاء الله. ان شاء الله. طب هو دي اول معامله يعني تعملها للكرنب بعد ما زرعتها؟ لا عملناها قبل كده. يعني السنده الثانيه دي؟ هي السنده الثانيه. طب رويت بعد السنده الاولى؟ بعد السنده الاولى سمت ورويت. طب ده كان ايه السماد ده؟ السماد ده كان نطرات. طب وبعد السندة دي برضه هتسمي الثاني؟ هنسمد أسوان. اللي هو ايه بقى؟ 46.5%. ده أزوت ده؟ أزوت. طب أنا شفتك في زرعة ثانية يعني ما سندتش حاجة. في زرعة ثانية زرع كبير كنا مشبوكين، كانت معي زرعة كرنبيت هنقطع فيها. وكنا مشبوكين، فجيت نسند الارض نشفت ولا زرع كبير. فاضطريت ننظف نظافه، يعني كان في زلط او حاجه نظفت نظافه. وما سندتش؟ وما سندتش. طب مش هتسند ثاني يا اخي يعني؟ لا 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 لا. عدى على سندة اولى رغم مش في صالحه يعني، لكن حكم ظروف يعني. لكن الافضل ان الواحد يسند ال والتراب ده هو الفايده، يعني شويه التراب العجيق قدام الزرع دي منها الفايده. ليه؟ هيبقى الزرع يجي في النص كده او في التلتاي، فكل ما الارض قدامه كل ما حيرمي فيها نسر، هتبقى الشبكه قويه هناك. طب رميت له سوبر الكرنب ده؟ ايوه الزرع ده رمينا له سوبر على السندة الأولى. على السندة الأولى؟ يعني قبل ما تسند رميت السوبر؟ رمينا السوبر وسندنا عليه. يعني علميا لازم السوبر يتضارب. يعني تردم عليه تراب؟ يبقى متداري. وفي الزراعات الثانية يعني لو قمح أو أي حاجة برضه ترميه يكون الارض لسه بور، يكون لسه يعني قبل الزراعه. قبل الزراعه برضه. علميا. طب واحنا ممكن هند سوبر ثاني. هوي هتدي سوبر ثاني؟ ممكن ندي سوبر ثاني. طب ايه نوع الكرنب ده اخي؟ ده الكرنب ده اللي هو النوع البطه ده. بنزويل يعني بنقولوا بطه وبنزويل وحكايه وروايه. طب ده هيقعد كثير؟ يعني 90 يوم 100 يوم يقطع. 100 يوم. طبعا الجمع بتاعي يكون مرة واحدة مش زي الكرنب البلدي ده. لا مرة واحدة. مرة واحدة إن كان حاجة متخلفة وراكضة يعني هتروح فرزة يعني. حاجة بسيطة يعني. حاجة بسيطة خالص. Gracias.
الحمد لله من فضل الله عليك. لا مغرب شغل. لا يعني والله مش انا اقول لك يعني الا لو شفت المنظر هنا الارض يعني عشان حد يزرعها يقول لك مستحيل هتزرع. ليه؟ كانت كلها لينه ومن الناحيه دي ومن الناحيه المناط جات الميه، ولذلك ادي جزء من ناقص سيبنا. جزء اللي هو كان في ميه جامده يعني. في ميه جامده. ده ما ملكش يخش الجراف. عشان كان لين. كان لين خالص. دور الملوخيه دي قلعناها قليع. وبعد كده شتلنا وهيك شايف يعني الزرع. يعني الحمد لله بسم الله ما شاء الله زي باقي الزرعه يعني ما فيش اي مشاكل فيه. طب الفكره اللي كانت اني يعني كان خايف من الميه ان هي تجي من القصب. مين؟ يعني ابو حسن التحدي اللي كان هو 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 برضه كل واحد ذي فكر. ما فيش ميه حتجي من القصب. ان القصب ده اتمنعت منه الميه. هيتكسر. تمام. هيتكسر دلوقتي ويترمي قمح، فهو هيزرع قمح مش هيعبي ميه. فيعني هو برضه الواحد يعني انت مثلا دلوقتي قادر حده. تمام. يعبي القصب ميه هو. الميه ممكن تاخد 5 ايام 3 ايام 4 ايام. يوم ما تحدي تقول لك الميه ركبت على الحد. لا. يبقى عامل الحكايه دي عذر لي، لكن حصل منا ضرر. كان في ضرر طبعا. في ضرر منه. لكن دلوقتي هو هيزرع حاجه ما تستحملش. مناسبه للي انت زرعه. مش هيعب. كلام جميل. يعني انا السنه اللي فاتت كنت معي زرعه نت ملوخيه. وكان مجاورني واحد بتاع قصب. بتاع القصب ده كانت الامور ماشيه في زرعه الملوخيه. جينا خشينا على القمح. خشينا على القمح خد له فردة بتاع 6 متر وكل ما نروح نسقي نلقاها مية. ففي يوم هنسأل الراجل قال له خلاص يا عم حقك علينا، احنا نقول له الراجل انا العزق بتاع يعني الاول قدم يعني موضوع احتضار. بالعكس والله الناس فاهمة غلط، لكن هو كل يعني المية اكبر ضرر. الجميع الزراعات يا حجي يعني؟ الميه كترها غلط. يكرمني يعني. ربنا يكرمك في السوق، ربنا يكرمك في الزراعه. واما هتخليها بور، لان الراجل برضه مرتبط. لا ومساحه جامده لو انت سبتها بور يا اخي. لا هنسيبها فيه. فانت زرعتها والحمد لله نجحت يعني. ان شاء الله خير. الحمد لله. ربنا اكرمنا بزرعه الكرنب. تساوي قمح 3 4 اضعاف. ربنا يوسع عليكم يا حج. يا رب. الله يديكم العافيه.